نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية. هذا ليس عمل طائش من قبل مجموعة من المستوطنين، هذا بالأساس تم تحت نظر وتحت حماية الجيش الإسرائيلي. مستوطنة شيلو بنيت بشكل غير قانوني، بشكل غير شرعي على أراضي أهلنا في طرمس عية والقرى المحيطة، ولذلك هذه الجريمة النكراء اللي شفناها اليوم واللي بنشوفها، الشهيد ومن ثم حرق سيارات ومن ثم حرق بيوت كانت في حوارة واليوم بشكل أكبر وبشكل أبشع موجودة في طرمس عية. أنا على ثقة أنه أهلنا هون صامدين وإحنا سنكون معهم بكل ما نستطيع. They had burned my cousin's car on fire. They had tried to throw a Molotov inside and tried to burn the house. But alhamdulillah, some guys had taken out the cushion that was on fire and threw it outside. What happened was they came, they broke all of our windows. They tried to get into the house. They wanted to hurt us. They wanted to make our lives worse than it could be.